السلام عليكم ورحمة الله. نعتذر مشاهدينا الكرام عن هذا التأخر. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: وفد سنغالي برئاسة الوزير الأول يزور موريتانيا لمدة يومين لبحث قضايا وملفات تشمل مجالات مختلفة. وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع منظمة اليونيسف تبحث في ملتقى بنواكشوط الانقطاع عن الدراسة وعدم التمدرس. جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي تطلق موسمها الثقافي الثالث في نواكشوط وتدعو إلى تكريس الوحدة الوطنية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بدأ وفد سنغالي رفيع برئاسة الوزير الأول محمد عبد الله ديون زيارة عمل لموريتانيا تستمر يومين، ويضم الوفد وزراء كل من الطاقة والمياه والصرف الصحي والصيد والاقتصاد البحري، ووزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير البنية التحتية والنقل البري وفك العزلة. وقد التقى الوفد بنظرائه من الوزراء الموريتانيين لنقاش بعض القضايا المختلفة، كما زار بعض المنشآت في العاصمة نواكشوط. خلدت موريتانيا ذكرى اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة باستعراض الإنجازات التي حققت في المجال الصحي. وقال الأمين العام لوزارة الصحة أحمد اللجة إن داء السكري بات يشكل تحديا عالميا، خصوصا بالنسبة للبلدان النامية، حيث يصل عدد المصابين بهذا الداء إلى أزيد من 382 مليونا عبر العالم. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. 7 أبريل من كل سنة تخلد المنظومة الدولية اليوم العالمي للصحة بهدف التحسيس والوقاية من أمراض مختلفة. وقد اختارت منظمة الصحة العالمية داء السكري كشعار لها هذه السنة باعتباره أحد الأمراض المزمنة والمنتشرة في البلدان النامية، حيث أثبتت دراسات أجريت مؤخرا أن عدد المصابين به وصل 382 مليون مصاب، ويتوقع أن يصل العدد في السنوات القادمة إلى 592 مليون مصاب عبر العالم. قطعنا وامتثالا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وتطبيقا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين، ليسهر على كل ما من شأنه الرفع من مستوى الصحة العامة للبلد، مدركا أهمية مكافحة الأمراض والوقاية منها والتخفيف من وطأتها على السكان بصفة عامة، وبالخصوص الأمراض المزمنة كالسكري وغيره، وذلك تماشيا مع ما تم من تطوير على المستوى الاستشفائي. اليوم العالمي للصحة تضمن تخليده في نواكشوط تقديم بعض العروض ركزت على أهمية تحسيس المواطنين ومرضى السكري بأهمية الكشف المبكر عن هذا الداء. ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويأخذ ارتفاع يعني مع الزمن يعدل مضاعفات في الجسم، في العينين وفي الكلي وفي الأطراف، مضاعفات في القلب والدماغ، معناها عنه يأثر على العروق الصغيرة والكبيرة. هو بهاي الناحية نحن المرضى يشونا من كل بلد، يشونا من اللي سبقوا في الجراحة، عدو فات واحد منهم نبتوا حبة والله شيء لابد من انقطاع منه عضو، والله يشو متأخرين فاتوا عاد عندهم مشاكل في الكلى. زيادة الوزن وكثرة التبول تعتبر من أبرز أعراض الإصابة بمرض السكري، وتناول الأطعمة الدسمة والسكريات المختلفة من أبرز أسباب الإصابة بهذا الداء، الذي تقول آخر الإحصائيات إن نسبة انتشاره في صفوف البالغين في موريتانيا تصل 6%. نظمت وزارة التهذيب الوطني في نواكشوط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ملتقا يبحث أسباب الانقطاع عن الدراسة وعدم التمدرس. وقالت الأمينة العامة لوزارة التهذيب خديجة بنت أحمد للدوا إن هذه الدراسة ستؤسس لبناء استراتيجية لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي. هذه العملية التي يشرف عليها قطاعنا
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، والتي تهدف إلى معرفة الأسباب الحقيقية للانقطاع عن الدراسة وعدم التدرس، كما ستمكن من تحديد خصائص ومواصفات وأماكن تواجد الأطفال غير المتمدرسين من الفئة العمرية من 6 إلى 14 سنة بولايتي نواكشوط الجنوبية وقديماغا. أيها السادة والسيدات، إن هذه الدراسة تؤسس لبناء استراتيجية مناسبة لمكافحة هذه الظاهرة تنفيذاً للأولوية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز لنظامنا التربوي، ومن أجل ولوج كافة الأطفال الموريتانيين في سن التمدرسي، والتي تجسدها السياسة العامة للحكومة بإشراف من معالي وزير الأول المهندس يحيى الحدمي، وهو ما يمكن هذه الشريحة من الأطفال من كسب الرهانات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية ومتطلباتها. افتتحت جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي موسم الأخوة الثالث بالعاصمة نواكشوط، وتقول الجمعية إنها تسعى من خلال هذه المواسم إلى نشر ثقافة التآخي بين كافة مكونات المجتمع الموريتاني. هذا ويرتقب أن يتضمن الموسم نشاطات مختلفة من بينها محاضرات حول الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي واللغوي في موريتانيا. نطرق بوابة النسخة الثالثة بعزائم أكثر مضاء وثقة واندفاعا إلى إيجاد جيل الأخوة المنشود. لكن الأخوة بالنسبة لنا ليست شعارا يرفع فقط ولا هتافا يردد فحسب، وإنما هي عمل دؤوب ملؤه التآخي والتعايش. هي تقاسم للأفراح والأتراح، للمسرات والأحزان. هي وقوف مع المظلوم وحمل لقضيته. هي اعتراف بالتعدد العرقي والثقافي واللغوي كمزية حبان الله سبحانه وتعالى بها وكثراء ومصدر قوة. وهكذا تتراكم الجهود وتمضي المسيرة، ونصبر على عوائق الطريق الكثيرة كي ينشأ الجيل المتآخي الحامل لهم هذا المجتمع بكل مكوناته، وتتأسس من جديد الثقة التي خرمت منذ بعض الوقت. استعرض الأمين العام لجمعية الخير للتنمية في موريتانيا أحمد طالب الإبراهيم مبارك خدمات الجمعية لصالح الأيتام الذين تتولى كفالتهم والذين يتجاوز عددهم 5000 يتيم. وقال الأمين العام خلال يوم تنظمه الجمعية بشكل سنوي لصالح الأيتام الذين تكفل، إن الجمعية تقدم خدمات مختلفة تشمل التعليم والصحة. إن جمعيتنا تكفل اليوم ولله الحمد ما يربو على 5000 يتيم، تقدم لهم كفالات نقدية وتنظم لصالحهم مجموعة من الأنشطة التربوية وبرامج للرعاية الصحية. كما تقوم الجمعية بين فترة وأخرى بتوزيع مساعدات اجتماعية لفائدة سكان المناطق الأكثر فقراً في أنحاء البلاد المختلفة، فضلاً عن تشييدها للعديد من المشاريع الإنشائية كالمساجد والمجمعات والمدارس والآبار والمراكز الصحية. ونظراً لما للمشاريع المدرة للدخل من دور فعال في التنمية المجتمعية، فقد اتجهت الجمعية في استراتيجيتها إلى إقامة مثل هذه المشاريع لصالح ذوي الدخل المحدود. وشملت هذه المشاريع مجالات عدة مثل محلات بيع المواد الغذائية والخضروات والسمك وأخرى لبيع الملابس وصباغتها وماكينات الخياطة. دعا عدد من المعلمين والأساتذة العقدويين الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز إلى تحقيق الوعود التي وعدهم بها، وطالب هؤلاء العقدويون خلال مؤتمر صحفي عقدوه في نواكشوط بتحسين وضعيتهم ومنحهم ما وصفوها الحقوق والعلاوات المستحقة. وعليه بأننا يا سيادة الرئيس نجدد ثقتنا بوعدكم الكريم الذي التزمتم به. إننا مجموعة المتعاقدين أساتذة ومعلمين في وزارة التهذيب الوطني يسرنا أن نخبركم أننا فرحنا بوعدكم الكريم بالرفع من مستوى التعليم خلال سنة 2015، والذي وعدتم فيه بتسوية وضعيتنا، وقد أوكلتم المهمة إلى عدة وزارات مختصة لتنفيذ الوعد الكريم، لكنها تلاعبت وأهملت عن قصد تنفيذ هذا الوعد. وبناء عليه فإننا سيادة الرئيس
نلفت انتباهكم الكريم إلى عدة مطالب أساسية، ونحن على ثقة كاملة من تحقيق هذه المطالب، لأنها تشكل وفاءً بتعهدكم وتعهد الوزير أمام البرلمان. وهذه المطالب هي: 1. تعديل مشروع القانون رقم 093 صادر بتاريخ 12 يناير 1993. 2. تحسين وضعية المتعاقدين. 3. الحصول على كافة العلاوات والحقوق وإنهاء حالة التلاعب الحاصل بنا وبجهودنا. رياضيا في هذه النشرة، تقدم منتخب المرابطون الأول لكرة القدم في التصنيف الشهري الذي يجريه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، حيث انتقل من المرتبة 106 إلى المرتبة 103. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. منتخب المرابطون من المركز 106 إلى المركز 103 في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم. تحسن ملحوظ في الترتيب يرجعه بعض المراقبين إلى أداء المنتخب الوطني في الشهور الماضية، خاصة في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية، حين فاز المنتخب الوطني على منتخب البافانا بافانا 3-0 في لقاء كان الجميع يتنبأ فيه بخسارة المنتخب الوطني المرابطون، ليحدث العكس بعد ذلك ويتفاجأ الجميع ويواصل المنتخب في حصد النقاط والصعود عبر سلم ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. حين استضاف منتخب غامبيا وفاز عليه 2-0 وفرض عليه التعادل السلبي على أرضه وأمام جماهيره في ملعب الاستقلال في مدينة بكاوة الغامبية. المؤشرات الحالية للمنتخب الوطني توحي بأنه إذا واصل في نفس الأداء ونفس الريتم واستطاع الدخول من بوابة بطولة الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه، والتي ظلت مصدة في وجهه طيلة الحقب الماضية مما لا شك فيه، سيحتل مركزا مرموقا بين كبار فرق القارة السمراء حسب هذه المعطيات الحالية. وإن حدث غير ذلك فالعودة إلى الوراء في الترتيب ربما لا تكون مفاجئة له. احتج عدد من الناقلين وأصحاب الباصات بمقاطعة الإكسار في العاصمة نواكشوط تنديدا بما سموها الضرائب التي قالوا إنها مفروضة عليهم، وطالب المحتجون السلطات الموريتانية بإنصافهم والتدخل لإنهاء ما وصفوها الضرائب المشحفة. نتابع. نظم مجموعة من الناقلين وأصحاب الباصات في محطة الإكسار القديمة وقفة احتجاجية ضد قرار فرض ضريبة جديدة على الأمتعة، ويقول الناقلون إن إدارة الضرائب سبق أن تراجعت عن هذه الضريبة العام الماضي قبل أن تعود لفرضها هذا العام. فينيا تدبش ينقالها فينيا تدبش، هذه الناقلين وتاتهم ما ينقلوا الدبش، ينقلوا شيء خفيف حمار وقرفه من القلم وزقيبات، ما هم ياسرين، ما يلحقوا طوني والى انجبروا ارواقيش. والدليل على ذلك عندي هنا ورك 200 زايده من الكيران هي وقوف نقدم مرق لك تواقطها، ما فيها واحد ما هو قاطع فينيت وقاطع صيرانس اقله من 11 رقاش الى 15 الى 20 رقاش، معناها على انه يروق على الارواقيش الى اجبر دبيشه منه وقاس بهم بود، والله تلم بود والله قاس بها سيلي بابي وطرح عليه يرجع مشرجي من الواقيج. يشتكي الناقلون من أصحاب السيارات القديمة من الضرائب التي يقولون إنها مشحفة بهم، كما يتهمون أمن الطرق بالتعسف في توقيف سياراتهم لأبسط الأسباب ووضعها في حظيرة تجميع السيارات، ما يعني مزيدا من الضرائب. سائقو محطة الإكسار القديمة وأغلبهم من كبار السن والمتقاعدين قضوا زهرة أعمارهم في مهنة نقل المسافرين إلى مختلف مدن الداخل، ويفاخر بعضهم بأن سيارته التي ينقل بها هي التي يستخدمها الآن منذ 30 سنة. عندي كار صادر 1980 وميك ساعة عايش فيه في ذقراج إلى حد اليوم أيش فيه العياء. اليوم الله غالب ما تلا عندنا شيء، فل علينا من كل جهة، الضرائب ازدادوا علينا، الصيرانس ازداد علينا، السلطات وقفنا في الطريق فين تزل حقت ضربتها وندروا الداسي من العشوبيه وفطرنا في سلام. الصناصر احنا قطعوا الصناصر عن الشركه ومن اخبار طريقه جاي نحبس ولا تسوي القاع عنه، عودوا هلوم اللي خلطوا عنه.
الشركه اللي قاطعتها الى سرانس ما نتكلم عنه محاصرين رجاجي نحكم ابو خليفه قاعد عاد حقيقيه والله ما هي حقيقيه لكن اللي الدوله منها يلا يعود نقول هذا الاخر هذا اللي كرشته فيلي وقسم الاشياء من الناس الاخر هذا احنا ما يلا يعود في صالحنا ويلا تنتقص عنا هذه فنجت اللي مطر يعني لا ما انقلعت عنا الا ولقاع هاي الولقاع اذا ما انقلعت بعد تخلي طبيعتها بعد ما تلزق. يتطلع هؤلاء السائقون الى تدخل الدوله لرفع ما يصفونه العبء عنهم ومساعدتهم في تجديد سياراتهم في وجه منافسة شرسة يتعرضون لها من قبل المستثمرين في قطاع النقل. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. وفد سنغالي برئاسة الوزير الأول يزور موريتانيا لمدة يومين لبحث قضايا وملفات تشمل مجالات مختلفة. وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع منظمة اليونيسف تبحث في ملتقى بنواكشوط أسباب الانقطاع عن الدراسة وعدم التمدرس. جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي تطلق موسمها الثقافي الثالث في نواكشوط وتدعو إلى تكريس الوحدة الوطنية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرتي على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.